السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدرس مساعد آرا مراد توماس من كلية الصيدلة جامعة المستنصرية. اليوم راح تكون محاضرتنا أول محاضرة من محاضرات مادة الحاسوب في كليتنا للمرحلة الأولى، الفصل الدراسي الأول. حقيقة هذا الكورس راح يتناول المفردات الأساسية والضرورية لكل شخص أن يكون ملم بها لكي يمارس دوره كشخص واعي ومثقف، ليس بالمجال الطبي فقط وإنما بالحياة الاعتيادية. فهذا الكورس راح يتناول المفاهيم الأساسية للـ Information Technology الـ IT، احنا نطلق عليه. راح نعرف في هذه المحاضرة ما هو الهاردوير والسوفتوير والاي تي. اذا بنهاية هذه المحاضرة سنكون قادرين على التمييز بين هذه المفردات وكذلك التعرف على انواع الحاسبات. So let's begin. اوكي. عادة مصطلحات شائعة بالنسبة لنا مثل الهاردوير والسوفتوير والاي تي. زين، ماذا تعني هذه المصطلحات؟ بالمناسبة أنا أتكلم باللغة العربية أغلب الأحيان مع دمج المصطلحات باللغة الإنجليزية، لأن حضراتكم مرحلة أولى، بعد نقول مبتدئين، فنحاول نسوي لنا خبط بالكلام لكي توصل المادة بشكل واضح. إذا بالنسبة للهاردوير، الهاردوير هو مصطلح شائع، هو الأجزاء الفيزيائية للحاسبة. أنت عندك في الجهاز الحاسبة، أنت جهاز تشوفه، فالأجزاء الفيزيائية منه، أي الأجزاء اللي تستطيع النظر إلها، لمسها أو سماعها، هو هذا ما يطلق عليها بالهاردوير. تستطيعون التفكير بهكذا أجزاء؟ أعتقد الكل عنده فكرة واضحة عن هذا الشيء. البرامج الموجودة في داخل الحاسبة وتجعلها تعمل، هذا ما يطلق عليها باسم السوفتوير. إذن السوفتوير هو ليش شيئا تستطيع لمسه ولكن تستطيع رؤية تأثيره على هذا الهاردوير. إذن هي مجموعة من التعليمات set of instructions that tells the computer what to do، التي تقول للحاسبة ما تعملها. عادة هذه التعليمات تكون طويلة، يمكن أن تكون عشرات الآلاف من الأسطر، يعني نظام الويندوز مثلا مئات الآلاف من الأسطر، وهي تتحكم بهذا الهاردوير وتسيطر عليه. إذن الجزئين الهاردوير والسوفتوير مترابطين مع بعض، ولا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر. أوكي؟ بالنسبة للآي تي، هو مصطلح عام Information Technology. هذا المصطلح يغطي استعمالات تقنيات الحاسوب، ليس كفقط كهاردوير والسوفتوير، وإنما يعطينا استعمالات تقنيات الحاسوب والتقنيات التي تربط الشبكات شبكات الحاسبات والأنظمة وهندسة البرامج والإشراف على تنظيم عملها. هذه بصورة عامة هي أبرز تعاريف الهاردوير والسوفتوير والآي تي. أوكي، إذا عملنا يتركز على الكمبيوتر. So what's a computer؟ شنو هو الكمبيوتر؟ إحنا كلنا شايفين، بس إذا نحاول ننطي فد تعريف محدد، نقدر ببساطة نبدي نتدرج بالتعريف مالته. As an electronic device، إذا هو جهاز إلكتروني، أي يحتوي على رقاقات إلكترونية. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى كهرباء. Used to process data، يستخدم لمعالجة البيانات، ويحول هذه البيانات إلى معلومات. هذه المعلومات تكون مفيدة إلى البشر. إذن ليس كل
البيانات هي information، لكن الحاسبة الجهاز الإلكتروني هذا يستطيع التعامل معها بحيث يعطينا معلومات مفيدة. إذن الكمبيوتر هو آلة أيضا تستخدم لتخزن هذه البيانات بصورة إلكترونية، هذا التعريف الإضافي لها. And it's also an electronic device to store retrieve data according to a set of instructions or a programs. يعني أنت هذه البيانات المعالجة اللي تتم من شلون تصير على أساس برامج كسوفتوير. من يعطيها إلها؟ يعطيها إلها المبرمج البروغرامرز. Okay. البروغرامرز they write a program to tell the hardware what to do with the data and how to output the information extracted from the data. Okay, so what are the types of the computers? There are many different types of computers. We can categorize them according to their size or functionality. يعني أنواع الحاسبات اللي إحنا موجودة بالنسبة لنا نقسمها على أحجامها أو طرائق استعمالها. Mainframe computers, supercomputers, servers, network computer, personal computers, laptops, handheld devices, and multimedia players. أعتقد أغلبكم مطلع على الـ PCs والـ laptop computers والـ servers. سامع بيها. زين، نجي البقية همين نشوف شنو هي ونفصل واحدة واحدة وناخذ ميزاتها وخصائصها. بالنسبة لأكبر نوع هي الـ mainframe computers، الحاسبات المركزية. هي أكبر وأقوى أنواع الحاسبات. وين تتواجد؟ تتواجد بالمؤسسات الكبيرة، بالمراكز البحثية والوزارات الحكومية. هذه شو تسوي؟ هذه توفر لك معالجة وخزن مركزي وتستخدم لحفظ بيانات الأفراد أو المرضى على سبيل المثال. مثلا زين وين موجودة؟ واحد يقدر يقول لي، أقول له مثلا فيسبوك، خلينا نفكر بها كشركة عملاقة تحتوي على بيانات مئات الملايين من البشر. من اللي راح يخزنها؟ المين فريم كمبيوترز فرضا. زين، so they can do multiple tasks at high speed used by large organizations such as banks to control the entire business. Very expensive. مئات الآلاف من الدولارات أسعارها، وتوضع في غرف خاصة تبريدها واحد، السكيورتي الذي يحيط بهذه الغرف واحد. أكو أنواع من المين فريم كمبيوترز أيضا تتواجد تحت سطح الماء بالمناسبة لغرض توفير الطاقة اللي تحتاجها الحاسبات من أجل تبريدها. إذا هذه الحاسبات العملاقة المين فريم كمبيوترز تمكن من معالجة قواعد البيانات الرقمية الضخمة. هذه الكراي فيرست عادة الصين والولايات المتحدة واليابان يتنافسون على المين فريم كمبيوترز. السوبر كمبيوتر هو حاسبة، احنا نقولها هي حاسبة، ايضا هي حاسبة كبيرة موجودة في غرف مخصصة لا تمتلكها اشخاص، تمتلكها مؤسسات ايضا. من قابلية معالجتها الى البيانات هي من أسرع الأنواع عند صنعها طبعا. So they are the fastest in the world. They can tackle tasks، يعني they can tackle tasks. عفوا، tackling يعني تتناول وتعالج، تتطرق وتتناول وتعالج المشاكل أو المهام التي توكل إليها والتي لا تكون عملية المعالجة ممكنة من قبل الحاسبات الاعتيادية المتوفرة إلى الناس العاديين. زين وين يستخدمون السوبر كمبيوترز؟ السوبر كمبيوترز يستخدموها عادة المؤسسات أو مطوري قواعد البيانات، المحاسبين هذولا، أو حتى اللي يحتاجون يسوون محاكاة لعمليات فيزيائية معقدة. يعني
محاكاة للزلازل، محاكاة للانشطارات النووية، عندك عمليات فك الشفرة، أكو قسم من الرسائل الغامضة أو النصوص الرقمية اللي ساديها بكوز encrypted عفوا. هذا النهاية يحتاج لها guessing، يحتاج لها تكرار بالعمليات مئات الملايين من المرات. هذه بالنسبة للحاسبات الاعتيادية، إذا تنطي المهمة لها راح تستغرق آلاف السنين حرفيا. هذه كلا يجوز بيوم أو بيومين تحسم الموضوع لك. إذن they can be used for breaking codes encryptions or modeling weathering systems. هذه السوبر كمبيوترز. They are very expensive. The other type of computers, it's what's called a network computer. أي نوع آخر من الحاسبات اللي راح نتناوله هو ما يعرف بالحاسبات الشبكية أو العميل الرفيع thin client, dumb client, العميل الغبي. هذه حاسبات مرتبطة على شبكة. زين، عرفنا الحاسبات شنو؟ شنو هي الشبكة أول شيء؟ الشبكة هي مجموعة من الحاسبات مرتبطة مع بعضها الآخر. A collection or a group of computers connected with each other. How are they connected؟ شلون متصلة واحدة بالأخرى؟ Either via cables or wireless. إذا الحاسبات هذه مرتبطة via cables أو wirelessly. زين، الحاسبات اللي موجودة على هذه الشبكة وتستخدمها عادة المدارس، المنظمات، الشركات الكبرى، هذني يطلق عليها بالنتورك كمبيوترز. طبعا هذول الشركات يريدون يستخدمون حاسبات إمكانياتها الاحتسابية تكون قليلة عادة، أبسط من الحاسبات الشخصية. ليش؟ على مود السعر مالتها، يعني هو يريد الكوست مالتها يقلله على مود يزيد البروفيت بالنسبة له. So the network computers is used in large organizations. As for their processing speed, it's more basic, it's more limited than a regular computer. Information in a network is usually transferred through the network. يعني المعلومات الموجودة، احنا ليش نربط حاسبات بالشبكة؟ على مود اسمح من تبادل البيانات وحدة مع الأخرى. عادة هذه الحاسبات دورها يكون بأنه مقتصر على الإدخال. يعني أنت عندك الأوفيس ديسك مالتك موجود، عندك حاسبة هنا، حاسبة هنا، وعندك حاسبة مركزية. يجيب هذا النهاية يربطها بشبكة بحيث البيانات اللي تتناقل إلى الحاسبة الرئيسية، هذه تكون الغالية، الحاسبة الغالية. اوكي، والحاسبات هذني هاي حاسبات طرفيه رخيصه تكون، هاي يوزعها للموظفين مالته ويخلي بادخال البيانات الى الحاسبه المركزيه، ومن ثم البيانات تنتقل عن طريق الشبكه الى الحاسبات الطرفيه. هذه تعرف بالنتورك كمبيوترز. النتوركس اكو انواع للربط مالتها، دا تشوفوها تكون ايذر اون ا بس تايب، متسلسل هالشكل تشوفون، او ستار تايب الهب او السويتش. احنا اغلب الربط الشبكي حاليا هو الستار تايب او ثرو رينج. الحاسبات مرتبطه عن طريق ما يعرف التشبيك الحلقي. هذا احنا هسه مو اختصاصنا، لكن بس نطلع على المصطلحات الشائعه. زين، مثل ما وضحت بالسلايد قبله، network computers are dumb or are thin clients. They give the information to someone bigger, to their bigger brother. ينطون المعلومات مالتهم إلى أخوهم الكبير، إلى حاسبة إمكانياتها الاحتسابية أقوى، تعرف بالسيرفر. السيرفر ما يعرف بالعربية بالخادم. الخادم purpose مالته
يخدم، إذا يزود هذه الطرفيات بالبيانات أو القابليات الاحتسابية مالته مربوطة عن طريق الشبكة. دا تشوفون هذا مثال حقيقي، دا تشوفون هنا هذه هي وساطة الخزن، حجمها يكون أكبر، تبريدها يكون أعلى، الفانات مالتها، وطبعا سعر السيرفر يكون أغلى من سعر البيرسونال كمبيوترز أو النتورك كمبيوترز. البيرسونال كمبيوترز أصدقائنا هي الحاسبات اللي نشوفها أغلبها من قبل الناس، PCs، أكو قسم يصطلحون عليها Personal Computer. إذا عرفنا شنو هو PC Personal Computer، عندي عليها Software، إحنا قلنا الهاردوير هذا يحتاج للسوفتوير، السوفتوير مال PC يعرف بال Operating System OS Operating System. بالنسبة للسعة والسرعة مالتها، هي هذه أسرع من الحاسبات الشبكية لكن أبطأ من السيرفرز. عادة تتكون they are made from a case a monitor a keyboard and a mouse. These are the basic parts، يعني إحنا هذه الأجزاء الرئيسية من البي سي، لكن يمكن أن تكون هناك ملحقات أخرى كطابعة عندك مربوطة معها، كسماعات إضافية، كوسيلة عرض ثانية إلى آخره. عادة تكون سهلة الاستخدام بفضل نظام التشغيل. نظام التشغيل إحنا إذا نفكر به شنو هو؟ مثلا نظام الويندوز اللي تشتغل الحاسبة عن طريقه أول ما أنت تدوس الباور باتن. من اللي يستخدمها؟ أغلب الناس يستخدمون البي سيز. طبعا يحتاج مصدر طاقة كهربائية أكيد علمود راح يشتغل، وهذا الشيء احنا مفروغين منه بالنسبة للحاسبات بأغلبها. زين، من اللي يستعملها أيضا؟ قلنا الأشخاص الاعتياديين، الطلاب، احنا التدريسين، المعماريين، الأطباء، كلها تستخدم البيرسونال كمبيوترز لقابلياتها الاحتسابية الكبيرة نسبيا عن الثين كلاينتس وسعرها المعقول. الحاسبات المحمولة اللي أغلبكم يفضلها حاليا، يعني هم أنا أفضلها، تشبه الحاسبات الشخصية، لكن الفرق عنها بأنه هي portable. They are portable. portable شنو يعني؟ portable يمكن حملها. زين، إذا خفيفة الوزن تكون، لا تحتوي على كيبورد منفصل، الشاشة تكون من ضمن الجهاز هو نفسه همينة مو شاشة واحد. زين، وماكو ماوس، أنت تقدر توصل لماوس لكن بدل الماوس أكو ما يعرف بالتاتش باد، حجمها أصغر، مصدر الطاقة مالتها صح من الكهرباء، لكن إذا تفصل الكهرباء هل تشتغل اللابتوب؟ نعم. إذا من أي مصدر الطاقة مالتها؟ عن طريق الباتري. إذا بيها الفرق عن البي سي، هي portable and has a part battery and the parts are all integrated in a single unit. So who uses it? اللابتوبس، من اللي يستخدمها؟ عادة لأنه الحجم مالتها صغير، إذا التكنولوجي المستخدمة لتصنيع هكذا حاسبات تكون تكنولوجي متقدمة. زين، بالتطور اللي يزيد أي شيء حديث دائما السعر يكون غالي. إذا سعر اللابتوبات أيضا يكون أغلى من سعر الحاسبات الشخصية. زين، هذه أرخص بالمقارنة، اللابتوب أغلى. زين، فإحنا ننتبه على هذا الشيء. من اللي يستخدمه؟ رجال الأعمال بصورة رئيسية اللي يستخدموه، الطلاب، أكو أنواع هسه من اللابتوبات اللي نازلة أنت تقدر تحصلها بسعر رخيص
لكن إذا تقارنها مع البي سي كأداء من ناحية الأداء البيرسونال كمبيوترز هي أحسن بهواية، أسرع، تقدم لك نفس القابليات الاحتسابية بسعر أرخص إذا أنت تأخذ بيرسونال كمبيوتر. أوكي، عندي النوع الآخر ما يعرف بالمساعدات الرقمية، هذه جزء أغلبكم ما سامع بيها، Personal Digital Assistance. هذه ظهرت قبل حوالي 10 سنين و 15 سنة. Personal Digital Assistance هذا النهاية مثل حاسبة صغيرة في كف اليد، ليست موبايل. الموبايل هسه نجي عليه، لكن الاختلاف عنه ما تستطيع أنت أن تقوم بالاتصال. إذن إيش تحتوي؟ تحتوي على شاشة، عادة تحتوي على قلم تقدر تكتب به يتعرف على الخط مالتك، تقدر تستخدمه كميديا بلاير. أنواع جديدة ظهرت تستخدم كفونز، بس أغلب البي دي ايز ما كان بها هذه القابلية. زين، عادة كانت تستخدم باي بزنس مان، فشي دائما مفكرة إلكترونية يخليها بجيبة. زين، ويمكن مزامنة المعلومات الموجودة بها مع الحاسبات الشخصية، يعني عنده هو appointment، عنده رزنامة، تطبيق الرزنامة الموجود بالمساعد الرقمي مالته هذا بالـ PDA، الكالندر مالته يرتبط عن طريق الشبكة، عن طريق الانترنت مع اللابتوب، بحيث يكتب هنا الموعد مالته، يجي يفتح الحاسبة، يجي تنبيه على الحاسبة بأنه عنده موعد يعرف. فهذه الطريقة مفيدة للبقاء على الاتصال وتنظيم المواعيد والجداول. بالنسبة للسرعة والسعة مالتها هي أقل سعة وأقل استهلاك للطاقة، سعرها يكون أرخص من الحاسبات الشخصية طبعا لأن إمكانياتها أقل. أوكي، والمدراء، الأطباء، المندوبين، هذول عادة يستخدمون هكذا نوع كانوا. حلت محلها الموبايلز اند سمارت فونز. هذين الموبايلز اند سمارت فونز هي الشائعة حاليا، أغلبكم إذا مو كلنا هسا عندنا سمارت فونز، تحتوي على كل هذه التقنيات، وأيضا يمكن استخدامها كموبايل ديفايس. إذن أكو قسم من الناس يسألون يقولون الموبايل ديفايس هل هو حاسبة؟ إنزين أنتوا شو تقولون؟ هل الموبايل ديفايس can be categorized as a computer, inputs data, processes it and outputs it؟ لما نفكر بها نقول إيه كل الإمكانيات والقابليات موجودة بها، بس إذا نرجع لأصل الموبايل فون أصله شنو كان؟ نتذكر الموبايلات القديمة ما بيها كان connectivity، هو كان تليفون يقوم بس بإجراء عمليات الاتصال على الشبكة. فبما أن أصله كان هالشكل، ما يعتبرون عادة الموبايل فونز as one type of a computer، but it is an electronic device used to communicate with the other type of computers. أكو نوعية أخرى تزامنت مع ظهور الـ PDAs، ما كان يعرف بالمالتيميديا بلايرز. كلكم شايفين الفلاش ديفايسز، وسائط النقل المحمولة اللي تخزنون بها البيانات، مو؟ احنا شايفينها. كان موجود، ظهرت أيضا مثل وهي الـ PDAs هالشكل مثل الفلاش مع شاشة صغيرة أو مثل ما تشوفون هنا بالصورة. زين، يخزن الميديا فايلز، فيديو، اوديو، واكو مرات حتى تكست يخزنه. زين، توصلها بهيدفون وبي بطاريه تقدر تسمع الاغاني، فقط هذا عمله، ما تقدر تسوي به اتصال، ما تقدر تدز ايميل، ما عنده اتصال بالشبكه، لكن فقط انت توصله وتخزن به الأغاني، الأفلام على مود تستعرضها، تستمع إليها فيما بعد. أيضا هذا
انقرض. أشهرهم كان الأبل آيبود، هو إكزامبل هذا المعروض يمكم، ده تنقرض حاليا. لماذا؟ لأن الموبايل ديفايسز ار تيكينج ذير بليس، حلت محلها الموبايلات، هسه بيها قلم وبيها الشاشة كلها واتصال وكل شيء، فهذا النهاية صار اكو اندماج او انصهار للأجهزة كلها ده تصير في جهاز واحد. محاضرة اليوم انتهت، هي هذه فقط الأجزاء الرئيسية اللي احنا تطرقنا لها، اتعرفنا على مصطلحات الهاردوير، السوفتوير، انفورميشن تكنولوجي وانواع الحاسبات. اكو فيديو بسيط في خلال الباوربوينت، اتمنى منكم ايضا تستعرضوا دقيقتين على مود نميز بين الهاردوير والسوفتوير، وشكرا جزيلا لاستماعكم.